مدريد إيبار الدور الإسباني الدرجة الأولى الجولة 28. شنا كيفاش كانت المباراة؟ مباراة اللي كانت شيقة، شنا شاهدنا فيها أهداف الشوط الأول، شاهدنا أهداف الشوط الثاني، يعني كانت مباراة في القمة. وشنا كيفاش إيبار وين قلص النتيجة في الدقيقة 60 بعد ما كان منهزم 3-0، وين بيدرو من جانب إيبار وين قلص النتيجة في الدقيقة 60، شنا توني كروس وين سجل في الدقيقة 4، سيرجيو راموس اللي خرج في الشوط الثاني ويسجل في الدقيقة 30، في 37 مارسيلو، يعني شنا كيفاش كروس الهدف الجميل اللي سجلوه، كروس هدف كبير اللي سجلوه كروس. شنا كيفاش زين الدين زيدان وين دخل بخطة 4-3-3، شنا التشكيلة تاع إيبار اللي دخلت وين الشوط الثاني لعبت 4-1-4-1، يعني شنا كيفاش تيبو اللي الحارس تاع ريال مدريد في الشوط الثاني وين نقذ المرمى تاعو الشوط الأول. الشوط الثاني شنا كيفاش مارسيلو لوكا مودريتش اللي خرج في 84، شنا كيفاش جابرييل بيل اللي دخل في الدقيقة 61 مكان هازار، شنا كريم بنزيما، توني كروس، رودريغو، فيدريكو، إيدير، شنا كيفاش فيرناندو، شنا مانداي اللي شنا دخل كذلك في الشوط الثاني، ماركوس الحارس تاع إيبار اللي أنقذ المرمى تاعو من عدة أهداف، شنا كيفاش رافا، شنا كيفاش فابيا، يعني بيدرو اللي دخل في الدقيقة 57، وشنا كيفاش أنوي اللي دخل في الدقيقة 78، يعني بيدرو كذلك ليون اللي دخل في الدقيقة 57. شوف التغييرات المدربين، التغييرات 5 تغييرات، يعني شوف كيفاش من أجل وشنا كيفاش فيها بزاف قوانين، فيها بزاف قوانين. على ذلك نقولوا بلي المباراة اليوم مباراة كانت في القمة، مباراة كانت كبيرة، مباراة شاهدنا فيها أهداف، شاهدنا فيها اللعب جميل، خاصة وين من جانب ريال مدريد اللي بدأ المباراة بقوة. الشوط الثاني سير المباراة، الشوط الثاني سيرها، الشوط الثاني لعب ولا يسير في المباراة، لعبوا زعما ريحوا اللعابة، يا هو يجري بصح يلعب يجري مريح ولا لعبوا مريحين. على هذيك نقولوا بلي عرفوا كيفاش يسيروا المباراة لحظة بلحظة. هذه هي المباراة الجولة 28، شاهدنا كيفاش ريال مدريد 3 أهداف، إيبار هدف، وفوز ريال مدريد بالنتيجة والأداء صحيح. شنا كيفاش غياب الجمهور وين ما خدمش خاصة أرباح تاع الفريق، خاصة أرباح تاع الفريق، يعني الدخل تاع الأندية من يلعبوا كاين خسائر كبار، لكن بصح حنا نبقاو نشوفوا الحماس في المستطيل الأخضر، نشوفوا كيفاش المباراة كيفاش تلعب، نشوفوا كيفاش المدربين، نشوفوا يعني تشوف كل مدرب كيفاش بعد في الشوط الأول يدخل لك بخطة وبنظرة، ما بين الشوطين يبقى يقول لك الشوط الأول تاع المدربين تاع اللاعبين، الشوط الثاني تاع المدربين، وين تكون نظرة أخرى في الشوط الثاني، ونعرفوا بلي المدربين كاع راهم يلعبوا بخطة جهنمية، التغييرات يكونوا في محلها، كاين اللي مدرب ينجح في التغيير تاعو، كاين مدرب يدير غلطات، كل مدرب ويستغل لادفيرسير تاعو. على هذيك حنايا نقولوا رغم أن مكانش الجمهور تبقى بطولة في القمة.